السلام عليكم. منذ وضع أغسطس أقدامه في صنعاء وهي لا تعيش يوميات اعتيادية بالنسبة لمدينة مكتظة بالسكان ومكبلة بدوامة الانقلاب التي حولت 3 ملايين إنسان في صنعاء إلى 3 ملايين رهينة، ما الذي ينتظر صنعاء؟ هل تعيش مسرحية عالية الصوت؟ أم أن الأمر سيتعدى مسألة الحرب الدعائية القائمة على البيانات وتمزيق اللافتات التي تم طباعتها من ضرائب الشعب المعذب والفقير؟ اقترب يوم الزينة المؤتمري وكل طرف في صنعاء يرفع عناوينه، ليس من بينها الدولة واليمن الكبير الذي تحول بفعل الانقلاب من خارطة واسعة ومفتوحة إلى شارع مسدود بالنقاط والحواجز. شوارع صنعاء ليست على ما يرام، والمدنيون هم الأكثر فزعاً من انزلاقات أمراء الحرب واختلاط الحابل بالنابل في المدينة والشعارات الزرقاء بشعار الصرخة والتفاف اللافتات باللافتات والمداخل بالمداخل والتصعيد بالتصعيد. وأصبح الصوت المرتفع لمن الغلبة في صنعاء اليوم، فيما يبدو المواطن هناك هو المغلوب على أمره، يقتات مكبرات الصوت وتمضغ عيونه الشعارات الزائفة وترقص أمعاؤه على أنغام أخرى لا علاقة لها بالزامل. طرفا الأزمة في صنعاء ليسوا من تلك القوى التي لها علاقة بالمصالح الشعبية، ولا توجد في قواميسهم مضامين لها علاقة بحياة الناس، فالوصمة الثورية تلاحق كل طرف منهما، أحدهما ثورة مضادة لسبتمبر وامتداد للمشروع الإمامي، والآخر ثورة مضادة لفبراير وامتداد للمشروع العائلي. المساو اليمني يقرأ أبعاد ودلالات الدوامة السياسية والعسكرية بين طرفي الانقلاب في صنعاء. نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. أعلو هبل، الله أعلى وأجل. أعلو هبل، هكذا حين يختزل الوطن والجمهورية والحزب في شخصية الطاغي المستبد، وهكذا حين يصبح الحزب أداة لتمرير الأهواء حمله أنصاره على أكتافهم بعد أن سلموا وطنا بأكمله لعصابة عاثت فيه خرابا. ساعات تفصل صنعاء عن يوم 24 من أغسطس، يوم الحشد الذي دعا فيه المخلوع أتباعه أن هلموا إلى 70، ومثله دعا زعيم الميليشيا أتباعه إلى سد المداخل، ولكل منهما حساباته التي لا علاقة لها باليمنيين ولا بلادهم، فمن ذو النابل الأقوى والقبضة الأقسى. وقد بات المنادي ينادي من أطراف المدينة لمن الغلبة اليوم في صنعاء. يعود اليوم شركاء الانقلاب خطوة إلى الوراء، وكل يكشر عن نابه ويرد اللافتات بالأخرى والتصعيد بالتصعيد. تبدو شوارع العاصمة المسلوبة ميادين مفخخة بالخوف، وحدهم المدنيون من فقدوا أصواتهم أمام مكبرات الصوت وزوامل النفير للحرب، ووحدهم الأكثر فزعا من انزلاقات أمراء الحرب لمواجهات يختلط فيها الحابل بالنابل. اتهامات متبادلة على ارتفاع أوارها كشفت عن سوء نوايا كلا الطرفين، فإعلام الميليشيا يتهم المخلوع بالتحالف السري مع الرياض من أجل الانقلاب على شركاء الانقلاب السابق، والآخر لا يتوانى عن الرد. يسعى المخلوع لاستعراض قواه ورهانه على حزبه الذي يحاول أن يقدم نفسه كمنقذ للحظة الحرجة وممثل للداخل. بعد أن فقد فرصته مع شريكه في الانقلاب وفقد أمله في تقاسم مغانم السلطة ونفوذها، وهو ما يراهن عليه آخرون من أن المؤتمر هو حصان طروادة الذي سيفك أسوار صنعاء أمام قوات التحالف ويهدم جدار الحوثي من الداخل. وبين الأهداف المعلنة والخفية يظل حزب المخلوع في نظر كثير من اليمنيين هو القوة الناعمة للانقلاب، والتي سلمت للميليشيا أعناقهم ومفاصل دولتهم ومدنهم وقراهم، وانخرطت قواه في الانقلاب على الدولة وفي قتل وتدمير البلاد. فهل لا يزال المضمار السياسي والتعبير السلمي ميدانا مفتوحا للقتلة؟ يقف اليمنيون اليوم أمام معادلة سياسية موضوعية مفادها ينزل من يشاء ويحشد من يشاء، فالجمهورية والدولة لن تعود إلا على يد أبنائها وحماتها. إذا نجدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي الذي ينضم لنا عبر السكايب من الدوحة الباحث السياسي الأستاذ جمال المليكي. أهلا بك أستاذ جمال معنا. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. أستاذ جمال، دعنا نبدأ بقراءة المشهد إجمالا في صنعاء، كيف يبدو بالنسبة لك؟ أنا باعتقادي أن المشهد اليوم أو اللقطة التي نراها اليوم، دعني أقول أنها لقطة من مشهد كلي. الغوص ويعني كثرة التحليل لهذه التفاصيل هي تشويش أكثر منها مساهمة في فهم المشهد. المشهد الذي أراه أننا أمام لقطة من مشهد كلي. هذا المشهد الكلي بدأ في 2011، بدأت ثورة فبراير، بدأت ثورة الشباب في فبراير للانتقال نحو مستقبل جديد.
هذا المستقبل وهذه الإرادة الشعبية وقف أمامها علي عبد الله صالح كعدو، وحاول الحوثيون أن يتذاكوا وأن يركبوا موجة الثورة. اليوم الثورة دعني أقول كانت أذكى منهم جميعا، وهي تذهب بهم إلى مآلات أخرى لم يخططوا لها. إذن نستطيع أن نقول بكل ثقة أن ما حدث في 2011 هو الفعل، وكل ما يحدث بعد ذلك هو ردة فعل، واللقطة التي تحدث اليوم هي جزء من ردة الفعل. بمعنى ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أننا اليوم أمام حالة من حالات الضعف للثورة المضادة. للأسف الشديد هناك في معسكر الذي يمثل الثورة أو في المعسكر الذي انضم للثورة ولفكرة الشباب، هناك عدم قدرة على استثمار هذا الضعف وعلى استخدام هذا الضعف بما يخدم المشهد الثوري. لكن بالمجمل نحن أمام لحظة من لحظات تهاوي الثورة المضادة، وإن كان ليست، دعني أقول ليست الضربة القاضية، لكنها على الأقل حالة ضعف لا أعتقد أنها يعني لن تؤثر على المشهد الكلي، وسيكون مآلها إيجابيا في صالح الثورة وفي صالح دعني أقول من يرغبون في الانتقال نحو مستقبل مشرق. طيب يعني الآن وبعد ضربات للتحالف العربي على مداخل صنعاء وفي أرحب اليوم، ونحن على يعني ليلة ما أريد له من تحشيد بالنسبة للمؤتمر لجناح المخلوع في المؤتمر الشعبي العام، هل هناك من يتحدث أن صنعاء وطرفي التحالف الانقلابي في صنعاء هم أمام دوامة سياسية وعسكرية؟ هناك من يطرح أن الأمر مختلف بشكل آخر. إذا ما ركزنا على هذه اللقطة في المشهد بكله، لمن الأمر اليوم في صنعاء؟ من المتحكم أكثر بما أن الأمر نسبي في نهاية المطاف في المشهد بداخل صنعاء؟ هو نستطيع أن نقول أن هناك توازن رعب وتوازن قوى داخل صنعاء وفي محيطها. لكن أشرت إلى نقطة مهمة، أحب هنا أن أنوه إلى نقطة لا نستطيع أن نؤكدها لكنها تستحق أن تضع على طاولة التحليل، وهي أنه في الليلة التي سيكون بعدها أو في اليوم الذي سيكون بعده فعالية المخلوع صالح، يأتي التحالف ويقصف الحزام الأمني الذي صنعه الحوثيون. هل نحن، السؤال المطروح اليوم، هل نحن أمام تحالف جديد؟ هل نحن أمام إما أن يكون شكل من أشكال التنسيق بين علي عبد الله صالح وبين الإماراتيين والسعوديين، أو أننا أمام رسائل متبادلة دون تنسيق؟ بين يدي ما أعتبره ربما قرينة، ربما يعني أنشره على صفحتي بعد المقابلة أو غدا، ما يعتبر قرينة من أن هناك شكل من أشكال التنسيق، أو على الأقل شكل من أشكال تبادل الرسائل ما بين الإماراتيين على الأقل وعلي عبد الله صالح، أو ما بين الإماراتيين والسعوديين من جهة وعلي عبد الله صالح من جهة أخرى. باعتقادي أن هذه نقطة مهمة تستحق أن تطرح. الذي يلاحظ ربما التفاعل على الفيسبوك حول هذه الحالة، هناك من يذهب باتجاه أنه نتمنى أن يقضي علي عبد الله صالح على الحوثيين، وهناك من يذهب إلى العكس. أنا باعتقادي أنه المصلحة الاستراتيجية للوطن، المصلحة الاستراتيجية التي تصب في طريق استرداد الدولة، هو أن يضعف كلا الطرفين وأن يستمر هذا التنازع بين الطرفين، لا أن ينتصر أحدهما على الآخر، لأنه لا أعتقد أن هناك عاقل يعد يفكر أو يخطر على باله أن علي عبد الله صالح إذا انتصر على الحوثيين يمكن هو أن يكون جزء من المستقبل. هذه شخصية مشوهة، يعني أثبتت الأيام وأثبتت أفعاله هو، لا يحتاج الأمر إلى كلام الخصوم، أفعاله على الأرض وتحركاته على الأرض أثبتت أن هذا شخصية، أنه شخصية مشوهة لا يمكن أن يساهم في صناعة المستقبل مطلقا. الحوثيون أثبتوا أنهم يعني جماعة دينية ذات أيديولوجيا مغلقة، يعني ينتمون إلى خارج التاريخ وإلى خارج اللحظة، ولا يستطيعون أن يتناغموا مع اللحظة الراهنة، وبالتالي لا يمكن أن يكونوا جزء من المستقبل. انتصار أحدهم على الآخر لن يكون بأي شكل من الأشكال في مصلحة استرداد الدولة، وبالتالي باعتقادي أنه على النخبة الثورية ألا تذهب باتجاه الفرح أو الاحتفاء أو حتى الإيحاء أو حتى التحليل بأن إذا انتصر أحدهم على الآخر سيكون هذا في صالح البشر. طيب يعني دعني أن أدخل من النقطة التي أشرت إليها، موضوع الأبعاد الإقليمية لهذه الفعالية حتى نفهم بشكل أكبر، ويسرنا أنك تحدثت من على منبر بلقيس بهذا الأمر أستاذ جمال. هناك تصريحات نسبت لوزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش تؤيد
هذه الفعالية، وتبدو أنها تدعو علي عبد الله صالح للخروج منتصرا منها بشكل عام، وأن يتبوأ هو يعني ريادة المشهد بداخل صنعاء على الأقل. كيف يفهم هذا في سياق إجمال المشهد الكلي في اليمن اليوم؟ التسجيلات التي حصلت عليها، وهذا ربما لأول مرة أتحدث عنه على وسيلة إعلامية، التسجيلات التي حدثت عنها حصلت عليها اليوم صباحا، هي تؤكد أن هناك شكل من أشكال التنسيق، أو على الأقل شكل من أشكال الرسائل المتبادلة. عندما اطلعت على تغريدات أنور قرقاش، يعني كانت هذه القرينة أقوى. يعني إذا أردنا أن نجمع هذه الرسائل، ما قاله أنور قرقاش وما تحدث أني أمتلكه وربما يعني ينشر قريبا، هذا يجعلنا نميل إلى أن هناك كما قلت إما شكل من أشكال التنسيق ما بين علي عبد الله صالح المخلوع صالح من جهة، وما بين الحوثيون وما بين عفوا السعوديين والإماراتيين من جهة أخرى، أو أن هناك شكل من أشكال إرسال رسائل متبادلة كما قال علي عبد الله صالح ذات مقابلة، قال بصريح العبارة الإماراتيون يعرفون ماذا نريد منهم ونعرف ماذا يريدون منا. طيب يعني إذا ما عدنا إلى موضوع ضربات التحالف، بعد هذه الضربات وبعد تصريحات من يعني بيان أو لقاء كلمة لعلي عبد للمخلوع صالح، وكذلك لبيان من الحوثيين جماعة الحوثيين، كان هناك تصعيد ثم بات هناك تهدئة نوعا ما اليوم بشكل أكبر، هل هذا جزء من مشهد محبوك سابقا، أم أن الأمر هو عبارة عن ردود أفعال جاءت صنيعة لهذه الغارات؟ ما أميل إليه أن هناك توتر حقيقي، ربما لا نسميه صراعا لكن هناك توتر حقيقي، وهذا التوتر متفهم. من يفهم عقلية ونفسية علي عبد الله صالح وعقلية ونفسية بريشيات الحوثي سيجد أنه من المنطقي أن يحدث مثل هذا التوتر، وربما يتطور إلى أكثر من ذلك. المبالغة في أنهم لا يمكن أن يختلفوا باعتقادي أن هذا غير منطقي، والمبالغة في أن هناك صراع جذري وحقيقي ربما يؤول إلى صراع مسلح في الوقت الراهن باعتقادي أن هذا مبالغة. ما أميل إليه هو أن هناك شكل من أشكال التوتر الحقيقي الذي لمسناه في تصريحات الأيام الماضية، وربما الأيام القادمة ستكشف، إلا أنهم باعتقادهم للأسف الشديد أكثر قدرة على ممارسة يعني دعني أقول التحكم بهذه الحالات، يعني هم أكثر قدرة على التحكم بالحالات الشعورية التي ربما تطغى عليهم يعني بين فترة وأخرى. طيب يعني بانتظار سماع هذه التصريحات والكشف عنها أستاذ جمال، لكن إلى حين ذلك لنفهم أكثر لماذا أنت تعتبر أن لا يمكن أن يحدث اختلاف ما بين طرفي الانقلاب، ما هي مسببات وجهة نظرك هذا؟ الذي يؤكد من الناحية المنطقية، نحن في النهاية نحلل وفق لمعطيات منطقية. المعطيات المنطقية تقول أنه ما زالت هناك مصلحة تجمع علي عبد الله صالح وتجمع الحوثيين، حتى تزول هذه المصلحة ربما أن يحدث هناك شكل من أشكال التنافس أو حتى شكل من أشكال الصراع. دعني أقول أن الخيط الذي نتتبعه حاليا أو أتتبعه على الأقل بشكل شخصي، أنه إذا ثبت أن هناك فعلا تنسيق ما بين الإماراتيين والسعوديين من جهة وعلي عبد الله صالح من جهة أخرى ليغدر بالحوثيين مثلا، في النهاية إذا حسم هذا الملف وأصبح لدينا من القرائن ما يؤكده، ربما نتحدث عن صراع حقيقي، لكن في الوقت الراهن لا نستطيع أن نقول ذلك. أقصى ما نستطيع أن نقوله أن هناك توتر حقيقي، ليس تمثيل، ليس مسرحية ولا يمثلون ذلك كما يعتقد البعض، هو توتر حقيقي لكنه لا يرقى إلى أن يصبح صراع أو أنه سيؤول لصراع مسلح على الأقل في الوقت القريب. طيب أستاذ جمال، دعنا يعني لنقرأ أكثر في دلالات وحقيقة هذا التوتر، يعني على مستوى غير القيادات بالنسبة لطرفي الانقلاب. ينضم إلينا الصحفي في قناة المسيرة طالب الحسني، أهلا بك أستاذ طالب. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. حياك الله أستاذ طالب. هناك من يقول أنه يعني لماذا أنتم لا تريدون للمؤتمر إقامة فعاليات احتفائية في الوقت الذي أنتم كحوثيون أقمتم عشرات الفعاليات والمؤتمرين لم يعترضوا على ذلك؟ أتحدث على سياق الحديث الشعبي بالنسبة لكم. نعم، في البداية دعني أذكر بمجزرة العدوان اليوم في بيت العذري في أرحب، هذه المجزرة التي يجب أن يدينها الجميع والذي تأتي ضمن جرائم العدوان السعودي
والتحالف العربي على اليمن. الحقيقة يعني بالنسبة لموضوع إقامة الفعاليات أو ما شابه، ليست القضية أنه الحوثيون يريدون أن يمنعوا المؤتمر من إقامة الفعاليات، هذا مجرد كلام ليس منطقي ولا يمكن أن يدخل في أي سياق، لأنه المؤتمر ينظم لهذه الفعالية منذ أشهر عدة، لم يتحدث أحد، لم يصدر موقف يؤكد أنه هناك توجه من قبل أنصار الله لمنع المؤتمر، وإنما كان وجهة الخلاف في مسائل لها علاقة بالبيان وبالبرنامج الذي سيقال في هذه الفعالية، خاصة أنه ما هو الذي أثار حفيظتكم؟ ما هو الذي أثار حفيظتكم؟ يعني هناك شكوك، كان هناك شكوكية كبيرة حول أنه من خلال المبادرة التي طرحها مجلس النواب، وهي مبادرة أيضا مرفوضة، من خلال أن هناك بعض أعضاء في المؤتمر وقيادات في المؤتمر ممن هم نعتبرهم نشاز حتى يتحدثون عن بدأوا يهاجموا أنصار الله من فترة يعني ليست بالقصيرة، بدأوا يتحدثون أنه يجب فك الشراكة وفض هذا الشراكة، بدأوا يتحدثون عن الموضوع التناغم مع مبادرة إسماعيل ولد الشيخ، هذه كانت مرفوضة تماما. كان يجب على المؤتمر أن يوضح موقفه من كثير من القيادات التي يعني التي لا تزال ضمن المؤتمر الشعبي العام وتشتغل مع العدوان وخاصة مع السعودية. هذا هو جزء من التوتر، جزء من التوتر أنه موضوع الاختلالات داخل مؤسسات الدولة نتيجة أنه علي صالح يعرقل بعض الإصلاحات، يعرقل بعض الإصلاحات في القضاء على وجه الخصوص، يمنع أن يحاكم الذين هم تعاونوا مع العدوان وهم في حزبه. أيضا الأداء الإعلامي للمؤتمر الشعبي العام لم يكن بالوجه المطلوب، يعني الأداء الإعلامي، لكن بالمقابل يعني بالمقابل أستاذ طالب، بالمقابل أستاذ طالب هناك اتهامات من قبل المخلوع صالح بأنكم يعني فرضتم ميليشيا لجنة ثورية على الحكومة التي تم تشكيلها من قبل طرفي هذا التحالف بداخل صنعاء، معطل أمور الحياة بالنسبة لمن يقبعون تحت سيطرة في المناطق التي تقبع تحت سيطرة هذا التحالف. اللجنة الثورية حقيقة هي كانت موجودة، ولكن مجرد أن تسلمت الحكومة الحقيقة أن اللجنة الثورية غير موجودة، والذي رد على صالح بهذا الخطوب رئيس اللجنة الثورية، وهناك طلب لحكماء وعقلاء اليمن وللجميع وللمكونات السياسية أن تنزل وأن تراقب أداء المؤسسات الحكومية وأداء الوزارات وأن يكونوا محكما بالنسبة لهذا الموضوع. يعني صالح ويتذرع بموضوع، نحن ندرك تماما المؤتمر وصالح أنه يعني كما فعل في 2011 كما فعل في 2013 عندما شارك الإخوان المسلمين في حكومة باسندوة، كان جزء كبير من الحكومة، ولكنه كان ينتقد أداء الحكومة لأنه كان يريد العودة منذ 2011، يريد أن يرتب صفوف حزبه للعودة، لأنه كان قد سقط في 2011 بفعل الثورة الشبابية الشعبية، وبالتالي هو اليوم يحاول أن يعيد نفس نفس الإطار، يحاول أن يشيطن كما فعل المؤتمر في 2011، هو اليوم يعمل في هذه الفترة، هو يشيطن الحكومة وهو شريك فيها، وهو يريد أن يشيطن الشريك الآخر، يعني يشيطن أنصار الله ويعمل بهذا طيب. الإطار، هذا جزء كبير من الاختلاف وجزء كبير من الاختلاف. يعني الآن طيب أستاذ طالب، أن تتكرر هذه العملية جملة وطبعا. يعني الآن عندما نعود لما حدث اليوم من ضرب لطيران التحالف في اليمن، يبدو أن هذا الموقف أو هذا العمل يعني جاء بصالح تحالف الانقلاب بداخل اليمن، بحيث شهدنا بيانات تصالحية أو تدعو لإنجاح هذه الفعالية والتعاون فيما بين الحليفين بداخل صنعاء. لا أبدا
ابدا لا علاقه لهذه الغارات، يعني وان كانت تعطي محفزا لتجنب التوتر، ولكن هناك حكماء وعقلاء اليمن دخلوا على الخط وكانوا شكلوا نقطه وصل. وايضا اليوم الرئيس صالح الصماد زار ساحة السبعين ولم يكن هناك أحد يعني يمنع هذه الفعالية، وهناك احتواء للتوتر. كان هناك بيان شديد اللهجة من اللجان الشعبية بخصوص أنه صالح أطلق على اللجان الشعبية بالميليشيا، كان هذا مرفوضا. كان من الطبيعي أن يكون هناك بيان شديد اللهجة، وبالتالي أن يكون هناك أيضا بيان آخر لاحتواء الموقف الثلاثي هذا الموقف. من الطبيعي أنه على الشركاء في مواجهة العدوان، ونحن نقول هذا بالتمام أنه المؤتمر وأنصار الله هم شركاء في مواجهة العدوان، لا يمكن فض هذا الشراكة في مواجهة العدوان بشكل. هناك تباين، هناك اختلاف في وجهات النظر، هناك أيضا اختلاف في موضوع واتهامات أيضا في موضوع الفساد وفشل في إدارة الحكومة. على الأقل هناك عراقيل يضعها حتى المؤتمر، ولكن هناك اتفاق في مواجهة العدوان، هناك اتفاق كبير أيضا في الشراكة، لأنه لا يمكن على الإطلاق أن يفض هذا التشارك. الصحفي في قناة المسيرة طالب الحسني كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا لك. إذا أستاذ جمال، هل من نقاط تعقيبية على ما طرحه طالب الحسني الصحفي في قناة المسيرة؟ هو نحن عندما نستمع لأي متحدث حوثي أخلاقيا ينبغي علينا أن نذكر بأن الحوثيون ارتكبوا مغالطة أخلاقية ساقطة لا أعتقد أن التاريخ سينساها. لا يوجد مكون انضم إلى ثورة ثم تحالف مع من قام ضده الثورة كما يعني إلا الحوثيون. إذن نحن حتى لا نصبح في زحمة الأحداث يعني نتحول إلى ناقلين، أو وكأن الكلام الذي سمعناه أو يقال يعني له منطق أو يرتكز على أي ركيزة لا سواء منطقية أو أخلاقية. نحن أمام مكونات تستخدم اللغة وتستخدم هذه العبارات وتستخدم الأخلاق. يعني من يقرأ بيان اللجنة الشعبية ضد علي عبد الله صالح وكأنه صادر عن نيلسون مانديلا. يعني في النهاية هم يعني يتنافسون على السوء، يتنافسون على الغدر. وبالتالي يعني عندما نقترب من هذا المشهد علينا أن نذكر، ولا أن نذكر المجتمع ونذكر رجل الشارع البسيط، ولا نكون بأخذ كلامهم على محمل الجد وكأننا نساهم في تضليل المجتمع بشكل أو بآخر. باعتقادي أن هذه نقطة مهمة، وإذا كان لي من تعليق على كلام الأخ فهو هذا الكلام. طيب أستاذ جمال، إذن يعني نكمل في الحديث حول لماذا لا يمكن لهذا التحالف أن ينتهي بين هذين الطرفين، ومن الأفضل للشرعية اليمنية ولليمنيين عموما أن يضعف أداؤهما بشكل متوازي أو متتالي. هناك كثير من يطرح أن استقطاب أحد الأطراف سيكون في مصلحة الشرعية، برأيك لماذا ذلك غير صحيح بالنسبة لك كما فهمت من حديثك؟ بالنسبة لي النظرة الشاملة هي المفسر مرة أخرى، بمعنى أن الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال كجزء من التحالف اليوم، وهي ربما صاحبة الحراك الأكثر داخل اليمن، هي منذ البداية كانت تريد، وهذا لا يخفى عليها، أنها كانت ضد فكرة الربيع العربي وضد فكرة الثورة، وكانت صاحبة فكرة أنه دعوا الحوثيين يتقاتلوا مع الإصلاحيين وبالتالي نخلص من الاثنين. بمعنى أننا أمام استمرار أو محاولة للنيل من ثورة اليمن بصيغة أخرى، ربما فشلت تلك الصيغة عندما دخل الحوثيون صنعاء، فهنا اليوم صيغة أخرى. هذه النظرة لطبيعة الأطراف الإقليمية تجعلنا أكثر ميلا إلى أن نقول ليس هناك طرف يمكن أن يكون حليفاً للشرعية أو حليفاً للتحالف إلا إذا أريد لنا أن ينتج مشهد آخر غير المشهد الذي أرادته ثورة فبراير، ومشهد فيه قدر من الوصاية والتحكم من الخارج أكثر مما كانت تريد الثورة من بناء دولة ذات يعني تستند على الكرامة الإنسانية وعلى العدالة وعلى سيادة القانون. طيب أستاذ جمال، دعنا نذهب إلى فاصل قصير، بعده مشاهدينا الكرام سنستكمل هذا الحوار في حلقة اليوم، تفضلوا بالبقاء معنا.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني. نعود إلى الحوار والنقاش مع ضيفنا من الدوحة عبر سكايب الباحث السياسي أستاذ جمال المليكي. أستاذ جمال، تحدثنا كثيرا عن الإمارات، لكن عندما نتحدث عن البلد الجار بالنسبة لليمن، المملكة العربية السعودية، أين تبدو في سياق هذا المشهد وسياق هذه اللقطة التي تحدثت عنها بخصوص فعالية الغد؟ باعتقادي أن المملكة العربية السعودية هي في لحظة تيه، يعني لا تعرف ماذا تريد. هي أقرب، يعني ربما الإماراتيون محددون ماذا يريدون على سوء خطتهم أو مشروعهم، لكن بالنسبة للمملكة العربية السعودية هي في حالة تيه، لا باعتقادي أنها غير قادرة أو في حالة عدم قدرة على حسم القرار. هل تقول للإمارات، لأنه كل ما تفعله الإمارات في اليمن على المستوى الاستراتيجي هو مهدد وجودي للمملكة العربية السعودية، هل النظام السعودي، الأسرة الحاكمة السعودية تدرك ذلك أم لا؟ هل هناك مكونات داخل الأسرة السعودية تدرك ذلك ومكونات تحاول أن تغارق نفسها؟ ربما هذا هو المشهد. فعندما نميل للحديث حول الإمارات العربية المتحدة لأنها الأكثر حراكا والأكثر تحركا في اليمن، سواء اتفقنا مع هذا التحرك أو اختلفنا، في ظل على الأقل ما نشاهده هو صمت سعودي. أحيانا نلاحظ أن هناك شكل من أشكال لعب دور من قبل السعودية في عمل توازن ما بين الشرعية والإمارات، لكن ليس هناك موقف واضح يجعلنا نقول أن هناك رؤية استراتيجية. للأسف الشديد باعتقادي أنه هذه كانت إحدى الفرص، وربما تكون الفرصة الأخيرة للمملكة العربية السعودية. ويعني أكرر هذا الكلام، وأعتقد أنه من الأهمية بالمكان أن يكرر، أنه في اللحظة الأولى من عاصفة الحزم يعني قلنا وقلت بهذه الصياغة أنه أمام الخليج وأمام المملكة العربية السعودية بالذات فرصة لإعادة تعريف نفسها للعالم من خلال الملف اليمني، إذا ما أدارت الملف اليمني بشكل مسؤول وشكل ذكي. قلنا هذا الكلام بهذه المفردة، ولكن للأسف الشديد أثبتوا أنهم عكس ذلك. ما حدث ويحدث في الفترة الأخيرة سواء في أزمة الخليج أو في التحركات في اليمن يثبت أنه ليس هناك وعي استراتيجي لدى المملكة العربية السعودية، وكانت أمامها فرصة حقيقية بالتأكيد أن تعرف نفسها بشكل جيد وأن تعالج أخطائها من خلال الملف اليمني، وأن يكون الملف اليمني بالفعل نواة لتشكل مشروع عربي جديد يملأ الفراغ الذي تستغله إيران وغير إيران. طيب، يعني أريد أن أسألك عن توقعاتك بالنسبة للغد وما سيحدث في الغد من أمور، لكن قبل ذلك أريد يعني التعرض بشكل سريع حول الموقف الدولي من ما يجري في صنعاء. كيف تتابع الدول الكبرى هذا المشهد؟ الدول الكبرى اعتادت في مثل هكذا مشهد في قدر من الضبابية أن تراقب دون أن تميل لأي طرف من الأطراف. لم يصدر يعني موقف واضح ولا تصريح واضح من القوى الدولية حتى هذه اللحظة على الأقل، ليس هناك موقف واضح. وباعتقادي أنه هذا نتيجة ربما لمعلومات لديهم أن ما سيحدث غدا هو فعالية ستنتهي بأنها ستنفض ويعود الناس إلى بيوتهم. باعتقادي يعني إذا كان حجم التحشيد أكبر بالنسبة للمتواجدين، ألا يدفع ذلك بنوع من الرسائل بالنسبة للخارج؟ لا أعتقد، ليس هذا الحشد الأول وإن كان له خصوصية هذه المرة، لكن نحن تعودنا أنه علي عبد الله صالح ما زال قادرا على الحشد لأسباب كثيرة تحدثنا عنها، من ضمنها أنه هناك يعني حالة يعني شكل من أشكال الاستثمار لأخطاء التحالف للأسف الشديد، لضعف الشرعية، الوعي الموجود في المناطق التي يتحكم بها الانقلاب ويتحكم بها علي عبد الله صالح، وبالتالي هناك عوامل كثيرة تجعله قادر على الحشد. فهذا ليس جديدا بأن علي عبد الله صالح يستطيع أن يحشد آلاف الناس أو حتى عشرات الآلاف الناس في ميدان السبعين. باعتقادي أن هذا ما سيحصل، لن يحصل أكثر من مجرد فعالية ستحتشد أمام علي عبد الله صالح ثم سينفض الناس ويعودون إلى بيوتهم. طيب، دعنا نشرك معنا في الحوار أستاذ جمال الدكتور عادل الشجاع القيادي في حزب المؤتمر الذي ينضم لنا عبر الهاتف من عمان. أهلا بك دكتور. مرحبا، حياك الله دكتور عادل. إذن فعالية يحشد لها المؤتمر في السبعين، عرقلة حوثية بالبداية، هناك بيانات، كان هناك تصعيد ثم تهدئة،
ما الذي يجري وفق تقديرك؟ في حقيقة الأمر شعرت جماعة الحوثي بأنها أمام دعوة لمصالحة عامة مع القوى السياسية، وبالتالي هي تدرك أن بقائها هو استمرار الحرب والذهاب نحو السلام لن يكون في صالحها، وبالتالي حاولت أن تصعد اعتقادا منها بأن هذا التصعيد يمكن أن يختطف قرار المؤتمر الشعبي العام مثل ما اختطفت قبل ذلك الدولة والتاريخ واختطفت كذلك الإرادة الشعبية. طيب عندما نتحدث أو عندما أنت تطرح أنه يجب هزيمة مشروع الحوثي بالنسبة لما قال تحدثت عليه، ما الذي يعني ما هي أبرز نقاط الاختلاف؟ وهناك تحالف تم علنيا على الأقل منذ أكثر من يعني منذ حوالي 3 سنوات وربما امتد يعني لسنوات سابقة كذلك. هذا التحالف هو تحالف سياسي، وأنت تعلم بأن التحالفات السياسية هي تحالفات مشروعة، حينما تكون هناك نقاط مشتركة بين الأطراف تذهب نحو مثل هذه التحالفات، والمؤتمر طيب الشعبي العام لم يذهب إلى. نعم، والمعذرة دكتور، يعني بحديث على أن المؤتمر، هناك من كثير من يتحدث على أن المؤتمر يحشد لسعادة الجمهورية، هل يمكن أن تكون التحالف ضد فكرة الجمهورية في هذا السياق؟ بطبيعة الحال المؤتمر الشعبي العام هو في الأساس يعتبر نفسه حامل لمشروع الجمهورية اليمنية ولمشروع الوحدة، ولا يمكن أن يفرط بها بأي حال من الأحوال. وحينما تم التحالف مع الحوثيين لم يكن هذا التحالف بهدف إسقاط الجمهورية أو إسقاط الوحدة، وإنما كان الهدف هو الحفاظ عليها. بعد مرور 3 سنوات اتضح بأن الذهاب مع هذه الجماعة نحو ترسيخ مشروع سياسي يعمل على مد يد الحوار لكل الأطراف قد باء بالفشل، وبالتالي هو لجأ مؤخرا للوصول إلى الإعلان عن أن استمرار الحرب لا يمكن أن يكون في صالح اليمن، لأن الحرب أدت إلى الخراب والدمار، وبالتالي لابد من سلام يؤسس لتنمية حقيقية، تنمية سياسية وتنمية اقتصادية، والعودة أيضا بالحوار بين المكونات السياسية التي خاصمت بعضها البعض في المرحلة الماضية، ولم تستفيد اليمن من هذه الخصومة السياسية، على العكس من ذلك خسرت الكثير. لكن المعذرة دكتور، يعني عندما تتحدث على أن الأمور لم تكن واضحة بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام بأن مشروع الحوثيين مشروع إمامي، يعني بالأخير كيان سياسي مؤسس منذ 80s، أليست له الوسائل ومراكز الدراسات التي تدرس حالة الحركة الحوثية التي يعني حاربها حزب المؤتمر عندما كان وهو ما زال في السلطة بشكل أو بآخر كل هذه السنين، ثم تحالف معها لتعود شكل من أشكال الإمامة وهوجمت الجمهورية بهذا الشكل؟ كان التحالف في الأساس هو على عودة مؤسسات الدولة والعمل بالدستور، وأنت تعلم أخي العزيز أن الدستور هو دستور صيغة من جميع القوى والمكونات السياسية على مختلف المراحل السياسية التي مرت بها البلد، وبالتالي كنا نعتقد بأن العمل بالدستور هو سيهيئ لعملية سياسية قادمة يمكن أن تتجاوز الخصومة وتتجاوز الكراهية التي زرعت بين القوى والمكونات السياسية في مرحلة من المراحل. ربما أن هذه القوى لم تدرك حقيقة ما سينتج عن هذا الصراع أو ما سيخلفه الصراع من تقويض للبنية التعددية السياسية وكذلك لتقويض بنية الدولة. كنا نعتقد بأن هذا التحالف أيضا سيقرب بيننا وبين بقية القوى السياسية الأخرى. طيب، لاستعادة الحوار السياسي الذي كان قائما في مرحلة من المراحل. طيب دعني أنقل هذه النقطة للأستاذ جمال، يعني لأهمية ما تطرحه أنت على الأقل. أستاذ جمال المليكي، إذن يطرح الأستاذ الدكتور عادل أن هناك أرضية قد بدأت يعني تتكشف بالنسبة لهم على أن المشروع الحوثي مشروع إمامي،
وما شاب من كل هذه الأمور استهدف الجمهورية وإلى آخره. هل ترى أن هذه الأرضية أو هذه الشريحة من المؤتمر، ودكتور عادل الشجاع هو بقيادة في المؤتمر في نهاية المطاف، يمكن العمل عليها لتحقيق اختراق بالنسبة للتحالف الانقلابي بصنعاء؟ أنا باعتقادي أن المؤتمر الشعبي العام أمام اختبار حقيقي، يعني لا يوجد عاقل يحمل أقل درجة من درجات المنطق وأقل درجة من درجات الأخلاق والإحساس بالمسؤولية الوطنية يعتقد أن علي عبد الله صالح رجلا وطنيا يمكن أن يكون جزء من المستقبل. تحركاته خلال 33 سنة تثبت لكل عاقل أنه لا علاقة له لا بالجمهورية ولا علاقة له بالوحدة. الوحدة كانت في قلوب الناس، حولها إلى الورق وقتلها في قلوب الناس. لذلك إذا كان المؤتمر الشعبي العام فعلا صادق في أنه يريد أن يكون حزبا وطنيا، عليه التخلي عن علي عبد الله صالح وعائلته. إذا لم يكن هذا على المستوى الأخلاقي والقيمي، فعلى الأقل على المستوى السياسي، علي عبد الله صالح الكل يدرك أنه أصبح ورقة محروقة، وبالتالي إذا كان حزب المؤتمر الشعبي لا يهمه الجانب الأخلاقي بأن هذا رجل عبث بالوطن، وأثبتت الأيام وكشفت الأيام مدى يعني قدرة هذا الرجل على العبث بالبلد وعلى العبث بمقدرات البلد وعلى العبث بالقيم التأسيسية للجمهورية وللوطن. إذا أراد المؤتمر الشعبي العام بالفعل أن يكون حزب حقيقي غير معتمد على شخص، غير معتمد على دكتاتور، غير معتمد على طاغية، فعليه أن يثبت ذلك للمجتمع. حينها فعلا سيصبح المؤتمر الشعبي ربما هو الأكثر قدرة على المساهمة في صناعة المستقبل. لكن إذا ربط مصيره بمصير هذا الرجل وعائلته وحاشيته، لا أعتقد مطلقا أنه سيستطيع أن يتحرر ويستطيع أن يكون أقرب إلى أفكار الجمهورية والوطنية. طيب، دعني من هذه النقاط التي تفضلت بها أسأل السؤال يعني الدكتور عادل حول أمر ما تتحدث دكتور عادل حول إيجاد أرضية مشتركة مع بقية القوى السياسية في اليمن. الرئيس هادي في الأخير يعني هو مؤتمري وهو أيدي أمينة في نهاية المطاف، استلمت الجمهورية من صالح أو استلمت رئاسة الحكم من صالح، وكذلك يعني هناك الكثير من يستغرب لماذا المؤتمريون لا زالوا من بقي في صنعاء لا زالوا متمسكين بهذا الشكل بشخص صالح، لماذا لا ينضموا للأرضية المشتركة مع كثير من القوى مع الشرعية اليمنية لإبعاد هذا المختلف والإبقاء على المشترك والمتفق عليه مع بقية اليمنيين؟ وعلينا أولا أن نحدد زاوية المشترك. كل واحد ينظر لزاوية المشترك من منطلق عدائي ومن منطلق الفجور في الخصومة. ما سمعته من الأخ جمال سمعناه بالأمس من قبل جماعة الحوثي، يعني نفس التخوين للمؤتمر الشعبي العام ولرئيسه. لا فرق بين خطاب الأخ جمال وهو يمثل طرف من الأطراف السياسية وبين خطاب محمد علي الحوثي، وبالتالي يظل المؤتمر هو في يعني في مرمى الأطراف الأخرى التي تخونه أو التي تريد أيضا أن تصادر قراره ورؤيته لاتخاذ القرار الذي يناسبه. ومع طيب. ذلك نحن نتحدث اليوم أخي العزيز نتحدث عن قوى حقيقية موجودة على أرض الواقع. كيف نستطيع أن نتحاور مع هذه القوى التي يمكن من خلالها أن نغير في خارطة الحوار السياسي؟ أن تتحدث اليوم يعني بعد تقريبا 7 سنوات عن مخلوع وهو ما زال موجود داخل البلد وما زال تلتف حوله كثير من الجماهير، علينا أن نحترم هذه الجماهير ونحترم أيضا وجود هذا الرجل مثلما نحترم وجود الأطراف الأخرى. علينا أن ندخل في حوارات سياسية بعيدا عن الخصومة لكي نصل إلى المشترك. طيب. الذي تحدثت عنه والمشترك في الوقت الراهن هناك نقطة خلاف يعني بيني وبينك، كيف نقرب وجهات النظر بين هذا الاختلاف؟ أن ترى أنه هادي يمثل المشترك، أنا أرى أنه المشترك هو الدولة اليمنية، أليس كذلك؟ يعني وحدة إذن البلد. إذن جميلة. نعم دكتور. علينا أن نبحث عن الدولة. دكتور يعني وحدة البلد وأراضيه ووحدة البلد اليمني بهذا الشكل بما أقرته أكبر نسبة اتفاق في مؤتمر الحوار الوطني. أتفق معك أخي العزيز. نعم. أتفق معك. إذن علينا أن نركز على الدولة وليس على الأشخاص، لا سلبا ولا إيجابا. يعني لا إذا شتمنا الأشخاص أو مجدناهم إذا لن نصنع الدولة. علينا أن نتفق على
بناء هذه الدولة، ما هي الأسر والأسس التي يمكن من خلالها أن نصل إلى الدولة. بآخر سؤال لك دكتور، بآخر سؤال لك تفضل. في فعالية الغد كيف يمكن التركيز على بناء الدولة وليس على بناء الأشخاص كما تتفضل؟ ما الذي تتوقعه بالنسبة للغد؟ بالتأكيد أهم شيء في الغد هو الدعوة إلى المصالحة والدعوة إلى السلام، ولن نستطيع أن نحقق أي شيء للبلد أو نبني الدولة ما لم نصل إلى السلام. إذا أردنا أن نبني دولة أولا علينا أن نوقف الحرب، ربما قربت كل الأطراف قوتها خلال الثلاث سنوات، ولكنها وصلت في نهاية الأمر أنه لا يمكن أن تدير البلد بدون شراكة حقيقية. يعني في سياق نقطة والعودة للإرادة الشعبية. في سياق نقطة سريعة دكتور عادل، ماذا عن المدنيين؟ هل من مخاوف حول ما يمكن أن يتعرضون له في الغد؟ لا 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 يوجد أي خوف، لأن الحوثيين أضعف من الضعف، ولا يمكن أن يتخذوا مغامرة تعمل على إزالتهم من الوجود السياسي. دكتور عادل شجاع القيادي في حزب المؤتمر كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك. بالعودة إلى الأستاذ جمال المليكي الباحث السياسي. أستاذ جمال، إذن بالنسبة لهذه اللقطة التي تحدث عنها من المشهد الإجمالي الكلي غدا، ما الذي يمكن أن نتوقع حدوثه بالنسبة لك؟ كما قلت بالنسبة لما سيحدث غدا هو فعالية وسيرتفع الناس ويعود إلى بيوتهم. لدي تعليق بسيط. تفضل. ينبغي أن في اللحظة التي نتحدث فيها عن المستقبل، الوطن وصل إلى مرحلة من المراحل التي لا تقبل الترقيع الذي يتحدث عنه الدكتور عادل. المنطقة الذي يتحدث عنه الدكتور عادل يستخف بعقل المشاهد ويستهزئ بعقل المشاهد، وكأننا نسينا ماذا قال علي عبد الله صالح قبل أشهر من على منصة من منصات المؤتمر الشعبي العام، وهو يقول اقصفوهم بالقناصة بما استطعتم، وكأنه مجرم حرب وكأنه قاطع طريق. كيف يمكن لدكتور جامعي أن يحتفي وأن يصفق لقاتل يتحدث بهذه اللغة؟ هكذا أنا أتحدث، هذا ليس دفاعا عن نفسي ولا أحتاج أن أدافع، ولكن حتى نحفظ يعني ونحترم عقل المشاهد وحتى لا نستخف بعقل المشاهد. إذا نحن أمام قاطع طريق لم يثبت يوما ما أنه رجل دولة، كان هو من أثبت وتحركاته من أثبتت. لا يحتاج الأمر إلى تحليل، ولا يحتاج الأمر إلى خصومة ولا فجور بالخصومة، يحتاج الأمر إلى أن نراقب ماذا يقول هذا الرجل وكيف يتصرف، ليتبين لكل عاقل بأنه لم يكن يوما رجل دولة، كان قاطع طريق بكل تحركاته وبكل ما يفعل يدل على هذه الفكرة، ليست فكرة تنطلق من خصومة مطلقا. هذه الفكرة الأولى. باعتقادي كما قلت بأن ما سيحدث غدا ستكون فعالية عادية، هذا 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 المتوقع، وليس هناك شيء يستبعد حدوث أي مفاجأة. طيب عموما من يمكن أن يعني كما يقال من سيتغدى بالآخر قبل أن يتعشى الآخر به؟ لا أعتقد أن الظروف الموضوعية الموجودة في هذه اللحظة تجعل أي طرف قادر على أن يفعل ذلك. أشكرك الباحث السياسي. مع الأخذ بالاعتبار وأكد مع الأخذ بالاعتبار أن احتمالية وجود أي مفاجأة لأشياء ربما تطبخ خلف الكواليس واردة. أشكرك الباحث السياسي أستاذ جمال المليكي، كنت معنا عبر السكايب من الدوحة، شكرا جزيلا لك. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام ولكل الضيوف الذين كانوا معنا في حلقة اليوم. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات الزملاء أسامة القطيبي ومحمد المقبلي ومنصور النقاش وبقية أفراد الطاقم الفني. إلى اللقاء.